فاللي بيتكلم بقلبه عادي جدا وجماهيرنا وحبايبنا وعلى دماغنا من فوق مفيش مشكله، واحنا دايما نطمنهم ودايما نتكلم معاهم ونقول يا جماعه لا المفروض كان كذا المفروض كان كذا. وانا قبل كده قلت يا جماعه انا بلوم على الناس لما بننتقد لاعبتنا، تخيل بقى لما النقد ده يكون من لعيب كبير جدا انتمى النادي الاهلي واسمه كبير جدا كمان. في فرق ان انا انقد يا كابتن، في فرق ان انا اهدم، في فرق ان انا انقد قوي في مرحله ما ينفعش انقد فيها قوي، عندي ماتش نهائي كمان اقل من 10 ايام، يعني ما ينفعش ما ينفعش ان انا اطلع انقد بالطريقه دي، الطريقه الهدامه طريقه سلبيه جدا، وكمان اقول اسماء واقول اصل الشناوي لو كان مش عارف اكرامي بيلعب مكانه ما كناش هنستحمل ده. كلام هو ده كلام يتقال اساسا؟ كلام صعب جدا وكلام ما كنتش مصدق ان انا بسمعه من نجم كبير قوي ما ينفعش يقول الكلام ده خالص. شفنا النجم الكبير ابو تريكه قال لك الاهلي ريال مدريد افريقيا والعرب، هو ده الكلام. حتى لو في سلبيات كتيره جدا، في سلبيات طبعا، لكن ما نقدرش نتكلم على سلبيات واحنا عندنا ماتش نهائي كمان 10 ايام، ماتش نهائي افريقيا يوديك كاس عالم انديه يخليك المتربع وترجع لمكانك الطبيعي في مكانتك الافريقيه، فما ينفعش اطلع اهدم واقول اسماء. ايه المشكله ان الشناوي حتى وقلت قبل كده يا جماعه لو تفتكروا قلت احنا ما عندناش مشكله لو لعيب خد الكوره وحطها في شبكتنا جوه مننا، ما عندناش مشكله نفضل في ظهره ونفضل وراه لغايه لما يخرج من باب النادي الاهلي. ده اللي احنا اتفقنا عليه وده المفروض ان احنا نعمله. تخيل بقى عندك مباراه فاصله، مباراه كبيره جدا، مباراه هتتوجك بالبطوله الافريقيه، مباراه توديك كاس عالم الانديه، وبنتكلم بكلام سلبي قوي على النادي الاهلي ولاعيبته او على الفريق الاول لكره القدم ولاعيبته. ما ينفعش اصل كالدرون مش عارف اصل ايه، مش اللعيبه بتسمع والمدرب بيسمع والمدرب بيترجم له ومحمد يوسف بيشوف ومصطفى كمان بيشوف.